السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة تغيير تايمر الثلاجة، أما تكون النوع البخاخ الأصلي اللي يجي بيها كارت وإحنا حورناها على تايمر، أو اللي تجي هي أصلية تكون تايمر من بلاده بها بخاخ وبها هيتر ويعطل عندك التايمر، فتحاول تغيره وتريد تفحصه وتشوف طريقة تشغيله إذا اختلفت عندك الكلبسات. بعض الثلاجات إحنا نربط بها التايمر اذا شلنا الكارت من عنده اللي هي كانت على نظام الار 600 الغاز اللي هو صديق البيئه، وشلنا الكبريسر مالها الار 600 وشلنا الكارت، فخلينا مكان التايمر من الحور. طبعا هالطريقه مسويها انا وناجحه. او اذا عندك قلنا نفس الحكي، اذا عطل عندك التايمر مال ثلاجه اصليه بها تايمر وتحاور شلون تغير التايمر هذا. فطريقه التغيير، اول شيء لازم نفحص التايمر يشتغل وشنو الخطوط اللي موجودات هنا البي الأربعة، راح نوضحهم أيضا لكم طريقة جدا سهلة وبسيطة أو سلسة. الأرقام اللي موجودات هنا على التايمر هي من 1 إلى 4. الرقم 1 هو البارد المشترك اللي يربط به خط من الهيتر اللي هو فوق البخاخ، خط هيتر يجي بارد. الخط الثاني، الخط رقم 3 هو الحار اللي تركبون الرئيسيات، يعني الكهرباء المباشرة هاي اللي جايه من البلك مال الكهرباء الوطنيه، راح يصير البارد بكلبسه هنا يتركب بهذا المكان، والحار راح يتركب على خط رقم 3. هنا البارد على رقم 1 والحار على رقم 3 بهذا الشكل. هنا اللي بقى عندنا شنو؟ بقت عندنا اسلاك الماتور الكبريسر وين راح يتركب، والهيتر اللي موجود فوق البخاخ اللي يعمل على اذابه الثلج وين راح يتركب. طبعا الهيتر يشتغل لمدة 15 دقيقة ويفصل هذا التايمر، يفصل الهيتر وبعدها راح يشتغل 6 ساعات الماتور التبريد الكبريسر يشتغل تبريد، وبعد 6 ساعات ايضا يطفى الكبريسر ويحول على السخان اللي هو هيتر الحرارة اللي موجود على البخاخ حتى يذوب الثلج. لو افترضنا ان هذا الليد اللي هو باللون الاخضر وصاب عليه كفر اسود، هذا هو الكبريسر اللي موجود. فهذا الكبريسر اريد الربطه به سلكين، كبريسر بيدعم من يجي حار وبارد، شلون ربطه على التايمر؟ راح يربط واحد من الخطوط اللي هو البارد، راح يربط هنا ويا البارد اللي اشرناه قلنا بهاي الكلبسه هنا راح يكون بهذا الشكل هنا، وركب عليه البارد. هذا خط الكبريسر. وين راح يتركب الكبريسر؟ راح يتركب على طرف من الاطراف، نريد نعرف على طرف، على رقم 2 او على رقم 4. شلون نعرفه؟ نعرفه ان احنا نعطي كهرباء للتايمر، نفس الكهرباء اللي وصلناها هنا بهذا الشكل. راح يشتغل عندنا خط من الخطوط، طبعا اذا تشوفون هذا هنا موجود هذا المفتاح الدوار، هذا بمجال كلش هواي، اذا فريته بالمجال هواي بدون ما تسمع اي طقة، يعني هسه هو على نظام الست ساعات، هذا صوت الخمسة عشر دقيقة، وبعد راح يفتر فرة كاملة. اثناء الفرة الكاملة هاي تستخدم الليد اللي احنا هسه ركبناه ونشوفه وين راح يشتغل، على يا جهة اشتغل على هاي الجهة على رقم 2، اذن 2 هو للضاغط، هذا الخط 2 يروح للضاغط والبارد راح يتركب منه، وخط 2 هنا يتركب. هسه هذا انتهينا من عنده، بعد ما عندنا بشيء تركب. هسه نريد نعرف الهيتر وين راح يتركب الهيتر. الهيتر ايضا راح نرمز له بليد احمر، هذا الهيتر اللي فوق البخاخ. وين يتركب؟ يتركب ايضا ياخذ بارد وراح ياخذ حار من اللي هو هذا الحار الموزع، يوزع مره هنا ومره هنا، مره شغلنا الكبريسر ومرة يشغل الهيتر. اذا بقى عندنا هذا الخط هو خط الهيتر، راح نربط ونفحص ونشوفه صحيح يشتغل يبدل لو لا، نطفي الكهرباء. هسه نعطي كهرباء للتايمر. الكبريسر ربطناه على خط البارد، واحد من الباردات، والثاني على رقم 2 مالات الكبريسر على رقم 2 وشغلناه، ونريد نعرف التايمر يشتغل لو لا. هسه مشغل الكبريسر، ربطنا الهيتر اللي هو رمزناه له بالليد الاحمر على رقم 4 وايضا اعطيناه بارد من نفس المكان. هسه الربط الكبريسر والربط الهيتر، والساعه اللي موجود هاي التايمر هنا نفره، نظل نفر به الى ان يوقف بمكان، المكان هذا راح نحركه حركه بطيئه جدا
بهداي بحيث يطق عندنا طقة واحدة. طقة واحدة. طفى عندنا الكبرشر واشتغل عندنا الهيتر اللي هو فوق البخاخ مال التبريد. هذا. ايش قد راح يستمر؟ راح يستمر هذا الهيتر مشتغل لمدة 15 دقيقة. بعد ما يشتغل 15 دقيقة يبدي يتحول التايمر، هو مشتغل على الكهرباء، يطفيه ويشغل لنا الكبرشر مال التبريد، الضاغط مال الثلاجة. ويطفى الهيتر بعد ما ذوب الثلج فوق البخاخ ب 15 دقيقة. وإذا صارت حماوة زايدة، طبعا موجود اكو موجود ثرموكيبل غاز ثرموستاتي راح تفصل وحده بداخل الهيتر فوق البخاخ. هاي طريقة عمل التايمر اللي موجود وطريقة فحصه. طريقة فحصه راح أعيدها لكم وببساطة. التايمر بيه 4 خطوات، رقم 1 و2، رقم 1 هذا وهذا، رقم 2 و3 و4. رقم 1 هو المجمع مال البارد النترال جراوند، هو رقم 1 الكل يجمع بيه، يجمع بيه البارد مال كبرشر ويجمع بيه البارد مال الوطنية والبارد مال الهيتر، كلها تتجمع بالمكان مال واحد. بقى عندنا شنو التشغيل الثاني اللي هو رقم 3، هذا رقم 3، هذا هو الموزع، الموزع مال الحار، يوزع مرة على الهيتر على هاي الجهة ومرة يوزع لنا على الكبرشر الضغط حتى يعطي تبريد، فيكون هذا مكانه رقم 3. 1 و3، 1 جراوند و3 هو توزيع موزع بين الهيتر وبين الماطور الكبرشر. فاللي نربطه نربط احنا هسه الهيتر هذه راح نربطه على رقم 4 هنا، ونربط الكبرشر على رقم 2، لان رقم 2 راح يشتغل لمدة 6 ساعات فراح يكون من حصة الضغط، ورقم 4 راح يشتغل لمدة 15 دقيقة فيكون من حصة التدفئة اللي هو اذا بنا الثلج الموجود على البخاخ. ونركبه بهذا الشكل هنا. بعد ما ركبناه بهذا الشكل نعطيه كهرباء ونفحص ونشوف هل اشتغل صحيح عندنا او اكو عطل. طبعا في حالة عطل هذا التايمر، يا اما تكون الثلاجة حارة دوم وما يشتغل الكبرشر، او تكون باردة وما تفصل وظل ايضا ما طلع لنا البروده الكافيه اللي راح يصير قطع الثلج راح يصير الفان. هسه نبدي نشغل. ورا ما شغلنا اشتغل عندنا الكبرشر بالحاله الطبيعيه اللي هي بحاله الدوران الكامل المتحركه، مشتغل هنا لمده هاي 6 ساعات، الدوران هذا هو 6 ساعات هنا. بعدها راح يبدي بعد 6 ساعات راح يتحرك يفصل بهذا المكان. يشتغل عندنا شنو؟ يشتغل الهيتر. الهيتر راح يبقى لمده ربع ساعه الحركه القليله، بعد الربع ساعة يطفيه ويحول لنا على الكبرشر بالخط ماله ويطفى هذا. هاي طريقة ربطه وتشغيله وفحصه. إذا قلنا إذا ما يشتغل راح يبقى يا إما بيشتغل هذا يا إما بيشتغل هنا. عندك السويتش هذا حركته أنت على التايمر هذا المؤقت، إذا حركته على الكبرشر أو على شيء ماكو أي مشكلة، هو يتحرك وحده بعدين ينظم روحه وحده 6 ساعات ويرجع إنه بيطفي 6 ساعات ويطفي يشغل وياخذ حالته الطبيعية. المهم ما تكون حركته بأي اتجاه هو مكانه راح يتنظم وحده. اللي موجود هنا بهاي الجهة خلفه موجود هنا هو الكويل هذا اللي يفرن الرقاص اللي موجود للساعة. بعد التشغيل لمدة ربع ساعة 5 دقائق وانت تفحص تحط ايدك تحس اكو دفء موجود هنا، يعني قاعد يشتغل وما بشي. هاي النقاط اللي حبيت اوضحها لكم بالتايمر. اللوحة اللي موجودة هنا صار فيها تنبير الهيتر ايش قد يصرف. طريقة قراءة الليبل اللي موجود هنا عليه، الارقام شنو هاي اللي موجودة؟ هنا الاشارة هي موجودة على 3 و2، خط 3 وخط 2، هذا اللي هو خط الهيتر. الصرفية مالته 4.5 امبير يعطيك اقصى تحميل، 4.5 امبير هذا طبعا الهيتر جوا اللي موجود فوق البخاخ ذابت الثلج، خط 2 و3، هذا 2 وهذا 3، بينما 3 و4 لان هذا 3 قلنا الموزع، 3 و4 هنا يعطيك 16 امبير اللار للتبريد، لان النهضة مالت الكبرشر توصل مرات لل 16 امبير اذا رجعت على الكهرباء سريعة اللارة. هو 16 امبير واستقرار 4 الفلاي، ونار سيستينس ماله قلنا التدفئه هي مالته 4.5 ثابته للتدفئه هاي بدون اي تغيير بالحمل. هناك تغيير بالحمل، بدايه النهضه 16 والاستقرار على 4 عادي يتحمل ما بي اي مشكله الليمت ماله اللي موجود بالداخل.
تواريخ السنة هاي، وهاي اللوحة اللي موجودة هنا، هذا المؤقت مال الفحص، والدوار هو الثابت اللي موجود هنا الكويل. إن شاء الله تكون طريقة الشرح واضحة ما بها أي صعوبة، وهذا كشرح سريع وعام على التايمر طريقة ربطه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.